بدا حياته طالبا في الازهر وانهى حياته معلما ورائدا للنهضه العربيه راى بباريس ما لم يعرفه في بلاده من علوم وعماره وفن وعادات وتقاليد تعد رحلته في كتاب تخليص الابريز في تلخيص باريس الرحله الاشهر في تاريخنا الحديث من الشرق إلى الغرب، ومن الغرب عائداً إلى الشرق، رحلة الجديد والقديم، المعاصرة والأصالة، الأنا والآخر. هو رفاعة رافع الطهطاوي، في هذه الحلقة نتحدث عن إسهام رحلة الطهطاوي في تشكيل موقفنا من الآخر في العصر الحديث. وصولاً لطه حسين ومحمد حسن عواد وأمين معلوف. أنا سعد البازعي، وهذا برنامج كتاب ومنعطف. أسعد الله اوقاتكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى كتاب ومنعطف. في هذه الحلقه نواصل حوارنا حول الكتب والمنعطفات التي تركتها ومعنا في هذه الحلقه الدكتور عبد الرحمن الخنيفر وهو اكاديمي وباحث في الفكر والفلسفه، دكتور هاجد الحربي وهو رئيس قسم اللغه العربيه بجامعه الملك سعود واستاذ الادب السعودي، فاهلا بكما واهلا بالمشاهدين، لكن قبل الحوار نذهب الى هذا التقرير. ولد رفاعة رافع الطهطاوي عام 1801 وتوفي عام 1873 ميلادية ولد بمدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج بصعيد مصر لعائلة زاخرة بالشيوخ والعلماء والقضاء والتحق بالأزهر عام 1817 سافر إلى فرنسا لأول مرة عام 1826 إماماً لبعثة أرسلها محمد علي باشا لدراسة اللغات والعلوم الأوروبية. للطهطاوي الكثير من المؤلفات والمساهمات إلا أن كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريس أشهر مؤلفاته. يقوم الكتاب على تدوين ملاحظات الطهطاوي بين أحوال فرنسا وأحوال مصر آنذاك. يحتوي الكتاب على معلومات تاريخيه واجتماعيه وسياسيه قضى الطهطاوي خمسه اعوام في تدوينها. واليوم يعد رفاع الطهطاوي من قاده النهضه العلميه في مصر وله تمثال قرب جامعه سوهاج. اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين حوارنا يتناول علم من أعلام النهضة العربية الحديثة والرجل الذي كان أحد مفاتيح هذه النهضة الطهطاوي ذهب إلى فرنسا وهو الأزهري كما هو معروف حتى عنوان كتابه يدل على هذه الثقافة التقليدية من خلال السجع والجناس وما إلى ذلك لكن كانت هناك صدمة حضارية عاشها الطهطاوي وهو في في باريس وعبر عنها عندما عاد. كيف كانت هذه الصدمه مؤثرا على رؤيته للثقافه العربيه الاسلاميه ولاوروبا في الوقت نفسه. دكتور عبد الرحمن. في الحقيقه ان رفاع رافع الطهطاوي مفهوم الصدمه الحضاريه قد لا يكون انطبق عليه كانطباقه على غيره بسبب عاملين. العامل الاول الحمله الفرنسيه ومكوثها في مصر خمس سنوات وبعد ذلك استقدام الوالي محمد علي باشا بعض علماء فرنسا سمح للوجود الاجنبي في مدينه القاهره وكذلك الوجود الايطالي، فكان هناك احتكاك بينه وبين هذا الوجود عندما درس في الازهر الثمان سنوات، اضف لذلك أن شيخه حسن العطار اللي انتخبه للذهاب إلى هذه الرحلة كان متصلا بالفرنسيين منذ أيام الحملة الفرنسية على خلاف شيوخ الأزهر كان له اتصال وأخذ في الدراسة عليهم ودرس على العلم الفرنسي المشهور جومار فكان رفاع الطهطاوي لديه حالة استقبال يعني وتهيؤ يعني. للذهاب لفرنسا من شيخه حسن العطار ولذلك لما نقرا في رحلته في التلخيص نجد ان الطهطاوي يحتفي بالثقافه الغربيه وبالثقافه الفرنسيه تحديدا وبعض الاحيان اذا ذكر الامور المتعلقه بالشريعه كانه يذكرها لانه يعلم ان هذا الكتاب سيقرا في مصر فكانه يريد ان يجعل لديه اصل تراثي او شرعي ولكن في ثنايا الكتاب لا يخفي إعجابه بهذه الحضارة لكن باتزان باعتبار خلفيته الأزهرية. اه جميل آه انت أضفت نقطة مهمة وهي مسألة التلقي، كيف أثر التلقي على آه تأليف الكتاب أحنا. ككل، لكن يظل طبعا الكتاب لفت الأنظار دون شك من حيث أنه فيه هذه المواجهة مع الآخر. أه سواء كانت يعني مهيئه للقراء او أه كانت يعني حدثا في نفس الطهطاوي نفسه عندما وصل باريس فمهما علم عن فرنسا قبل ان يذهب صحيح. ستختلف رؤيته عندما يكون في قلب أه قلب الحضاره وقلب باريس تحديدا كيف ترى الامر دكتور هاجد؟ أه نعم كما ذكر الزميل وكما علقت انت يعني فعلا رفاعة الطاطاوي يبدو لي أنه كان صاحب مشروع نهضوي مبيت سابقا قبل أن يطلع بحكم احتكاكه بالفرنسيين والنظر إلى علو معارفهم وإلى ما لديهم من العمارة وما لديهم من التطور وما لديهم من الثراء كل هذه الأمور جعلت أه الطحطاوي ينظر إلى السبل أو الوسيلة التي يستنهض فيها واقع مجتمعه وأمته العربية أه بلا شك أنه كان في كتابه ينهج منهج الاحتراس لأنه كان في مواجهة ليس مع آخر واحد وهو الفرنسيين أو الجالية الفرنسية أو الثقافة الفرنسية لا بل هناك آخر آخر ضمني وهو م. الآخر العربي المتحفظ التقليدي المتش... يقرأ نعم المتشبع م. بالأنا م. م. وبالتالي ربما ينظر إلى كل محاولة للاقتراب أو الاستفادة من الآخر على أنها نكسة أخلاقية على أنه رج... تراجع ديني على أنه انحطاط أخلاقي وما إلى ذلك من الشعارات المعروفة في مثل هذا المجال. وهذه هي المهمة في الحقيقة في كتاب رفاعة الطحطاوي، صحيح أن الرجل أبدع في وصف حضارة فرنسا وقانونها وما فيها من التطور والازدهار والثراء، لكن الأهم من هذا كله في الحقيقة أنه كيف استطاع أن يجعل المتلقي العربي تتسلل اليه هذه الثقافة دون مواجهة فهو اخذ باسلوب الاحتراس والاحتراز ولذلك يعني كثيرا ما مثلا وهو يعلق على القانون الفرنسي وما فيه من العدالة وما انه لا ليس هناك من يشكو الظلم تجده يقول مثلا وكل قوانينهم ليس فيها شيء من كتاب الله ولا من سنة رسوله وكأنه يريد أن يحترس ولكنهم وضعوها من عقولهم التي اتخذت بمبدأ العدل والمساواة والإنصاف ورفع الظلم وما إلى ذلك فبالتأكيد أن هذه الطريقة وهذه المنهجية تجعل الإنسان يستقبل هذه الفكرة على أنه الدين ربما يدخل إليه كثير من الإضافات، من الخرافات، من الأساطير التي ليست منه. أو أن الإسلام أكثر انفتاحاً نعم مما يظنه أولئك المتلقون. نعم نعم. ولذلك هو, أولئك المتلقون هو حتى يعني وهو يتحدث مثلاً عن القانون الفرنسي، ويتحدث عن الدين الفرنسي. نجده مثلاً يذكر يقول وفي فرنسا ليس هناك ديانة واحدة أو, أو ليس هناك ديانة ذات هيمنة ذات نعم نعم ذات هيمنة هو أصيل في نفوس الناس بل إنهم ينظرون إلى مثلا يعني بعض الشعارات أو بعض المظاهر الدينية مثل جلوس الاعتراف وما إلى ذلك يذكرها على أن الفرنسيين بتطورهم ومعارفهم وانفتاحهم وما آلوا إليه من حضارة ينظرون إلى هذا على أنه من الخرافات ومن هل كان هل كان يعني إلى حد ما يسوق للحضاره الغربيه بطريقه غير مباشره، انا اشوف دكتور عبد الرحمن هل ترى انه من هذه الزاويه يعني يريد ان يقول شيء آه لكنه لا يستطيع ان يقوله بصراحه، وهذا الذي يريد ان يقوله هو ان ان علينا ان نتبنى انماط حضاريه مختلفه عما لدينا. وهذا بالفعل ما يعني جنى على الطهطاوي لان مثل ما تفضل الدكتور في بعد ذلك في عهد عباس باشا ترجم ترجم او قرات له بعض الفقرات في هذه الرحله وفهم منها قرات لمن؟ قرات للعباس باشا آه الوالي نعم نعم المصري ففهم منها ان رفاعه يحمل في هذا الكتاب اسقاطات سياسيه معينه فنفي الى السودان بسبب ما في هذا الكتاب، آه هو في الحقيقة يعني هذا طبعا في الجانب السياسي هذا في الجانب السياسي لكن في الجانب كذلك الثقافي والفلسفي هو اشتغل حتى في في رحلته بترجمة عدد كبير من من الكتب، ترجمة لكنها ترجمة أقرب ما تكون للتعريب وتدخل المؤلف في بعض كثير منها، كذلك لو نتكلم عن مثلا مونتيسكيو أو فولتير كلهم تعرض لهم، وتعرض لأهم المبادئ المبادئ التنوير الفرنسي وعند عرضه للاديان كان يركز على نقطه جوهريه يؤكد ان فهمهم للاسلام انه حسن باعتبار ما فيه من الخير وان الاديان لديهم لا يابهون اليها باعتبار ما فيها من الخير والاحسان. لا يابهون؟ لا يابهون آه اليها، لا آه يكترثون بها، ويتكلم حتى عن الربوبيين اللي موجودين في باريس آه اللي وكذلك عن فئات آه كثيره. ويحاول أن يوفق ما بينها وما بين التراث أو يجد لها لا يفهم هذا التكون الفكري الذي أمامه فيحاول أن يوفق بينه وبين التراث فيقول أن هؤلاء مثلا أقرب ما يكونون للمحسنة والمقبحة كأنهم فرقة من المعتزلة ولا يقول أن هؤلاء من الإباحيين اللي كانوا في القرن الرابع لكن لا يقصد الإباحيين سلوكيا يقصد الإباحيين عقليا كل ما جاز في النظر العقل فهو لديهم مباح يحاول أن يقربه بلغة تراثية بحيث أنه يكون مستساغ للقارئ جميل يعني هو الحقيقة يعني واضح أنه ينشئ خطابا جديدا في الثقافة العربية صحيح يعني هو عملية المواجهة الحضارية ومحاولة التوفيق بين أولئك ونحن أو بين الثقافتين هذا فيما يبدو ترك أثرا على هذا الخطاب بعد أن تنامى. لدى الاصلاحيين الاسلاميين كما هو معروف يعني جمال الدين الافغاني ومحمد عبده وغيرهم، فكيف نرى هذه الصله يا دكتور هاجد بين اولئك والطهطاوي؟ نعم هو لا شك ان الطهطاوي يعني فتح باب هذا الانفتاح وهذا التعايش وهذا التثاقف بطريقه كما قلنا يعني ليست طريقه استفزازيه ولا طريقه مواجهه مع انه كان في مرحلة تاريخية صعبة جدا يعني هناك استعمار جاثم على المصريين وهناك نفوس ممتلئة بالبغض والكره والاحتقان من الآخر وهناك وهناك ومع ذلك هو أراد أن يضع الأمور بمستوى عقلي مقبول ناقش الامور ليست بمساله ثقافه اخر او مساله ماذا عند المساله مساله مفهوم الاخر ما كان مطروح ذاك الوقت نعم نعم, نعم ما كان إيه لكن كانت ما المساله مساله المصلحه النهضه كيف ارتقي بمجتمعي؟ كيف ارتقي هل انا بحاجه؟ ولذلك كثيرا ما يقارن حتى يعني اسلوب المقارنه الموجود لديه ليس في في امور العماره، في امور التخطيط، في امور المنتجات في امور والنبارة الصحه والنظام والنظافه والقانون, والقانون وما الى ذلك، نعم، ويعرج على كثير من الروايات التاريخيه والاشعار التي تؤيد هذا الموجود عند الغ... وكانه يقول ترى هذه المفاهيم وهذه القوانين وهذه الحضاره هي لدينا لكن نحن نريد ان نستثمرها استثمارا ناجحا، فلذلك يعول كثيرا على النقل من مأثور الثقافة العربية وتراثها ومقتطفاتها مثلا الأدبية التاريخية حتى احيانا آيات واحاديث وما إلى ذلك وأقوال العلماء دون أن يكترث بأسماء من قال ومن لم يقل أسماء هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الأقوال والقصد من هذا أنه موجود في ثقافتنا هذا الشيء هذا ليس جديدا لكن نحن نحتاج إلى إلى استثماره، إلى توظيفه توظيف مفيد وناجح وتوجيهه إلى الأماكن التي تحتاج إليه. الحوار متصل أعزائي المشاهدين سنعود إليه بعد هذا الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا الحوار المتواصل حول رفاعة الطهطاوي وتخليص الإبريز في تلخيص باريز الكتاب الذي دشنا مرحلة جديدة في الثقافة العربية كما اتضح من هذا الحوار الجميل وكنا نتحدث عن الأثر الذي تركه رفاعة ومحاولته أن يوفق بين جمله عناصر يصعب الحقيقه التوفيق بينها، لكنه اجتهد كثيرا طبعا التأثير الطهطاوي واسع، يعني سواء المدني على على مصر نفسها او يعني من حيث الحياه المدنيه والقوانين والانظمه، او الترجمه التي دشنا ايضا عهدها، او على مفكرين محددين ومثقفين محددين في مصر في ذلك الوقت. يعني الأمثلة طبعا جمال الدين الأفغاني محمد عبده ثم بعد ذلك التيار الأحدث أو الجيل الأحدث الذي يمثله قاسم أمين ولطف السيد ومنصور فهمي وصولا إلى طه حسين فنريد أن نسبر هذه العلاقة دكتور عبد الرحمن إذا تريد أن تداخل في هذا الموضوع في الحقيقة أن رفاعة الطهطاوي إذا استبعدنا الجانب المدني والصحافة والترجمة في الجانب الفكري قد يكون أكبر أثر له على المدرسة التوفيقية التي تريد الجمع ما بين الحضارة العربية أفضل الإسلامية أفضل ما لديهما أفضل ما لدينا إيه فمن درس مثلا بالذات اللي كان في درسوا دراسة مثلا أزهرية أو يكونوا مثلا تعلموا في أشبه ما يكون فيما بعد مدرسة القضاء الشرعي التي كانت تجمع ما بين الحقوق الفرنسيه او الشريعه الاسلاميه كان لها اكبر تاثير لكن بالنظر لمن درس او تكون من المصريين او من غيرهم في المدارس الحقوقيه الفرنسيه مثل عبد العزيز فهمي او فيما بعد منصور فهمي نجد ان النزعه التوفيقيه لا توجد كانت نزعه الاستفاده من الغرب بكل يعني نزعه الليبراليه الليبراليه اللي او اكثر من ذلك حتى فيها نزعه اقرب ما تكون الى بالنسبه للتوفيقيه من يعني مثلا التوفيقيه نقصد اقصد المدرسه الاصلاحيه بشكل عام محمد عبد محمد عبدو, محمد محمد عبدو و... و... نعم. وبعض شيوخ الازهر اللي يعتبرون مستنيرين الظواهري وغيره نعم هم لكن... في الغالب اسلاميين لكنهم إسلاميين حاولوا إسلاميين او او حتى الحركه العربيه بشكل عام أي الحركه نعم. العربيه ومدرستها عندها نزعه توفيقيه، لكن مثل عبد العزيز فهمي قد يكون لديه مثلا اشبه ما يكون نزعه للغرب اكثر مثل ما قضيه مثلا تغيير الحروف العربيه الى اللاتينيه عند عبد العزيز فهمي، م. مثلا منصور فهمي هو اول من حصل 1913 على دكتوراه في الفلسفه في فرنسا في كتابه عن المراه لا كان يعني يقف موقف ثائر من التراث ومنتقم كان من جميل, جميل. فهذه ما نجد يمكن تاثير الطهطاوي الا واضحا وبارزا الا في يمكن في المدرسه الاصلاحيه اعتقد ان احد اعلام الفكر الليبرالي الى حد بعيد في البدايه على الاقل في بدايته هو طه حسين يعني طه حسين اخذ هذا التيار وسار به وربما عاد تغير فيما بعد لكن على الاقل كتاب في الشعر الجاهلي مثلا وكتاب مستقبل الثقافه في مصر، هذا الكتاب يا دكتور هاجد نريد ان نسلط عليه الضوء في هذا التيار المتنامي كما هو واضح. يعني تأثير رفاعه الططاوي في من اتى بعده قبل ايضا طه حسين تميز رفاعه الطهطاوي بأنه كان يصفُ الواقع او الحضاره الفرنسيه باسلوب الاعجاب باسلوب المنبهر باسلوب الذي يريد ان يستخلص من هذا الوصف تلك الصوره النقيه الزاهره المتحضره وان يتلقاها المجتمع العربي والقارئ العربي بهذه الطريقه لكن لم يتضح من كتابته ولا من اسلوبه ولا من مقصدية تاليفه انه كان مندفعا الى مثلا الليبراليه او الى او انه يريد ان يجعل مصر جزءا من نعم, أوروبا نعم او انه يريد نعم, أحسين نعم الـ الـ ويبدو انه ليس كذلك لا هو كان متوازنا كما قلنا قبل قليل الى حد ما لكن فيما بعد لا شك ان رفاعة الطهطاوي كان اول من جعل العيون تنفتح على مساله المراجعه على مساله تصحيح الاخطاء على مساله نبش التراث على مساله تغيير كثير من المفاهيم المغلوطه في الثقافه العربيه وفي التراث العربي بل وفي قضايا التاريخ العربي الكبرى وهذا ما جعل يعني طه حسين او غيره يسلكون هذه المنهجية التي تريد فعلا المراجعة والتصحيح والوقوف على كثير من قضايا التراث بشيء من التأمل والحوار يعني عادة النظر فيما يعرف بالثوابت نعم 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 جعل وكأنك الكثير من الثوابت إنما ترسخت لظروف مثلا اجتماعية أو سياسية أو أنها أيضا لها قضايا أخرى جعلت منها أمور المذهبية وما إلى ذلك والطوائف وكل هذه الأمور أسهمت بتشكيل ثوابت ربما من السهل جدا أن تتزعزع من السهل جدا فعمد طه حسين بلا شك إلى تحريك أن هذه النظرة يعني النظره الحوار والمراجعه و لكنه يعني اندفع كثيرا دكتور نعم يعني, يعني مستقبل نعم. مصر هو اوروبا وليس نعم. او البحر المتوسط نعم. وليس نعم. نعم نعم بلا شك هي. ولكن هذا الاندفاع يعني له ايضا ما يبرره، نحن نعم لان الواقع العربي المحبط والكثير من القضايا التي ربما تجعل الكثير من المؤلفين او الكثير من المفكرين يندفعون اندفاعا غير محسوب الى حد ما، وهذا الاندفاع وان قلنا له ما يبرره لكن انا اريد الدكتور عبد الرحمن ان يعلق على له ما يبرره طيب <applause> هل ترى انه له ما يبرره دكتور؟ هو في الحقيقه آه طه حسين بصراحه كان جريئا نعم وكشف عن ما في نفوس كثير من المثقفين في ذلك الزمن بل اكثر من نعم. ذلك كشف عن النفاق خاصه الازهريين الازهريين او مم. حتى بصراحه حتى اللي يدرسون في دار العلوم او الجامعه المصريه المصريه هو يريد ان يقول ان لدينا ازمه نفسيه نعم ازمه نفسيه ان نحن نستهلك الحضارة الغربية فكريا، دعك عن ماديا، ماديا الكل متفق، نستهلكها فكريا لكن لا نقر بذلك واقعيا، فهو في هذا الكتاب كأنه يقول انا سأضع يعني اضع عنكم هذه الكلفة وساكون انا في في مقدمة من يقول ان ناخذ بالحضارة الغربية، لكن قد يكون من اشكاليات طه الاسلوبيه جرأته الادبيه انه قال هذه الكلمات صراحة ان لابد ان ان رقينا مرهون بمقدار ما ناخذ من الرقي الاوروبي او كلمته الاخرى اللي كانت مستفزه نوعا ما ان ناخذها بخيرها ومرها وحلوها وشرها، هذه الكلمه كانت مستفزه لكن في الحقيقه طه بعد ذلك لم يستدرك لكنه برر. نعم. وتبريره كان من داخل التراث. نعم. كان يقول ان الحضاره العربيه الاسلاميه اللي نفخر فيها اخذت بكل ما فيها من وجود تيارات زندقة كانت أتت بعد ذلك من الرافد الفارسي آه أو الفلسفي كذلك وكل ما فيها كذلك من مجون ومع ذلك نحن نحتفي بثقافتنا ولم نستبعدها بل أكثر من ذلك هو يقول أن نحن نقول صدقا أن الحضارة الأوروبية نهضت من تراثنا بكل ما فيه من خير وشر فعلينا الآن أن نقبل الحضارة الغربية بكل ما فيها لكن بعد ذلك استدرك قليلا في وكأنه فقط يريد أن يطمئن القارئ مثل رفاعة قال إذا كان هناك شر أو أمر لا تقبله في هذه الحضارة دعك عنه وإن كان في كل الكتاب كان يقول لابد من أخذ الحضارة الغربية جملة هو يتكلم ب بطريقتين أو بمستويين مختلفين مستويين. وهذا الحقيقة هو شأن كثير من المصلحين أو من وضعوا نفسهم في هذا في هذا السياق يعني يريدون أن يصلحوا وأن يغيروا بغض النظر عما إذا كانوا يعني يتفق معهم أو لا يتفق لكن هذه وجهات نظر نعرضها في هذه الكتب نتعرف على أولئك الرواد وما طرحوه وهذا بحد ذاته مهم، سنعود الى هذا الحوار بعد هذا الفاصل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى الى هذا الحوار. ونحن نتجه الآن إلى مرحلة مختلفة نسبيا ولكنها متصلة أيضا بحوارنا لكن نشاهد هذا التقرير أولا. محمد حسن قاسم عواد مفكر وأديب سعودي ولد في مدينة جدة عام 1902 وتوفي عام 1980 ميلادية. يعد من رواد النهضة الأدبية والفكرية في السعودية. ويطلق عليه البعض رائد الحداثة في السعودية. نشر محمد حسن عواد كتابه الأشهر خواطر مصرحة عام 1926. تعرض الكتاب عند نشره لردود فعل واسعة ومتباينة ومصادرة الكتاب لما فيه من تجديد ونقد للعادات والتقاليد والأفكار في المجتمع السعودي، حتى عُينت لجنة للتحقيق مع عواد. تضمن الكتاب عددا من المقالات من اشهرها واكثرها اثاره للجدل مقاله مداعبه مع العلماء. تمت اعاده طباعه الكتاب من جديد بعنوان خواطر مصرحه يليه رد يوسف ياسين. اهلا بكم مره اخرى، هذا الحوار الان يتجه الى علم من اعلام الادب والثقافه في المملكه العربيه السعوديه. محمد حسن عواد اسم له وزنه وله ثقله وله تاثيره ايضا محمد حسن عواد مثل جيله من الكتاب السعوديين كان متصلا بالثقافه العربيه بصفه عامه وبالثقافه في مصر ولبنان ربما او في الشام بصفه خاصه ونحن كنا نتكلم على عن بعض اعلام الثقافه العربيه في بداية القرن العشرين وفي القرن التاسع عشر قبل ذلك عواد جاء في مرحلة حاسمة من تطور الثقافة في الجزيرة العربية ككل كتابه خواطر مصرحة ومثل أعماله الأخرى أعمال تضج بالرغبة في التجديد وفي التطوير وفي النهضة وكان جريئا أيضا ودفع ثمن هذه الجرأة دكتور هاجد أنت أستاذ الأدب السعودي ومحمد حسن عواد حاضر بكل تأكيد فيما تدرس وتدرس نعم محمد حسن عواد لا شك يعد يعني رائد رائد التجديد في تاريخ الأدب السعودي المعاصر وكتابه هذا يعد منعطف تاريخي في التأليف السعودي الأدبي والنقدي ولا شك انه تاثر بشكل مباشر في الحقيقه او كان صدى لما هو موجود من دعوات التجديد في الوطن العربي الذي سبقنا الى التجديد والكتابه عن النهضه والتطور والتحول سواء في العراق او في مصر وتحديدا في مصر على ايدي ما يسمى بمدرسه الديوان وما ابله وما الى ذلك وكان عماد دائما هذا التطور او الماده التي تكون دائما محل النقاش والحوار هي الماده الادبيه وتحديدا الشعر لانه كما تعرف يعني العرب او تاريخنا الادبي لم يعرف الفنون الادبيه المتاخره هذه او السرديه الا اخيرا فكان الحوار دائما حول الشعر وكان العواد وهو ينادي إلى هذا التطور وإلى هذا التحرر ويحاول ويكتب بل إنه استطاع من خلال نماذج في كتابة القصة ونماذج في استطاع أن يقنع القارئ والمتلقي بأن التجديد ممكن وأن التحول ضرورة وأن التطور حاجة ملحة ليس فقط في واقعنا الأدبي لكن في واقعنا الثقافي والاجتماعي بصوره عامه احدث كتابه ضجه وخلافا وحوارا كبيرا لكنه كان يعني هو يؤمن بهذه القضيه وهذا من اهم الاشياء في محمد حسن عواد وكان يقول سياتي من يفهم او يقرا كتابي هذا بعد 500 نعم الحجاز بعد 500 عام الحجاز بعد 500 عام, <applause> عام يعني هو أغالى و... نعم, نعم ف بلا شك <applause> ان من يرى الان هذه التحولات والتطورات والتغييرات التي نشهدها ربما ينظر الى العواد بشيء من الاكبار والتقدير والاحترام هو العنوان عنوان خواطر مصرحه هو يعني واضح انه يهيئ القارئ لشيء غير معتاد صحيح يعني مجرد كلمة مصرحة يعني الخواطر يمكن خفيفة لكن مصرحة فيها هذه الهزة انه توقعوا ان تجدوا شيئا لم تعتادوا ان تقرؤوه او تسمعوه آه هنا صراحة انا احدثكم بصراحة عن ماذا؟ طبعا نكتشف انها عن مشكلات اجتماعية وفكرية وثقافية متعددة الوجوه ما هي هذه القضايا تحديدا يا دكتور عبد الرحمن وتناول عدة قضايا كان أبرزها اللي ذكرها الدكتور هاجد في قضية تجديد في الأسلوب الأدبي عن الأساليب العربية التراثية الدارجة نعم. وتأثرا بال تحديدا مدرسة مثل تخليص الإبريز في ايه ف تحديدا في هذا القضيه هذه كانت قضيه قد تشكل يمكن نصف الكتاب او ثلث الغالب في الكتاب لكن هناك قضايا أخرى مقالات طبعا إيه؟ اي نعم هناك قضايا أخرى تناولها مثل قضية من هو العالم وأتى فيها من باب السخرية بالعلماء بمفهوم العالم الدارج من يشتغل بالشريعة الإسلامية وهو كان يرى أن هذا المصطلح لا ينطبق عليه باعتبار أنهم مقلدون في الشريعة فلا يطلق عليه عالم بينما العالم هو من يبحث ويدقق هذا هو من يطلق عليه واعتبر النموذج العالم الغربي باعتبار أنه يبحث ويدقق هو من يطلق عليه عالم كذلك تناول القضية الدارجة قضية المرأة من ناحية ضرورة تعليمها هذه قضية جوهرية طبعا كانت من ناحيه يعني. نعم من ناحيه تعليمها وكذلك من ناحيه كيف تصبح مدنيه في مقالتها كيف تكونين كان يعطيها خطوات عمليه لكيف تصبح امراه مدنيه نعم. كذلك تناول بعض الابعاد اللي هي متصله بالهويه والانتماء هذه كذلك من الابعاد اللي تناولها اضافه الى موضوع ضروره تجديد التعليم م. تكلم عنه كثيرا وبفعل الكتاب كان يعني يعني لاقى ردة فعل حادة من جمهور تقليديين لكن جمهور شباب الحجاز احتفى به مثل محمد سرور صبان وعبد الوهاب باشي وغيرهم من شباب الحجاز في الجملة وهناك من رد عليه وهناك, وهناك من رد لكن لرد مثل يوسف ياسين سياق الرد مختلف طبعا يوسف ياسين كان يعني يعمل في الدوله اي نعم فسياقه مختلف هو ركز على اغلب ما يكون على البعد السياسي في الكتاب، يعني است كانه استشف بعدا سياسيا في الكتاب في موضوع الحجاز ما حصل مع مع الطهطاوي لحد ما يعني الجانب السياسي الذي ازعج عب ازعج عباس، لكن آه عناوين مقالات يا دكتور هاجد مثل امه مهمله آه او فلسفه الحياه العصريه هذه يعني من ناحيه هنا نقد محلي نقد للامه وهناك ايضا دعوه الى حياه عصريه لها فلسفتها فالتقابل واضح والنقد بين اعتقد من العناوين لا يعني هو يجب ايضا ان نضع العواد في سياقه التاريخي المرحله التي ظهر فيها العواد في مجتمعنا كانت هي مرحله التحول، يعني هي مرحله البدايه. نعم نحن قبل هذه المرحله لم نكن شيئا، يعني ليس لدينا هناك تكلم على عام 1924، 25 نعم, نعم, نعم، لم يكن نعم لدينا لا, لا وزارات تعليم ولا نعم مدارس حتى حديثه ولا شيء نعم، حتى الدوله كانت في بدايه تاسيسها نعم وفي بدايه مشاريعها التطويريه والتعليميه والاجتماعيه وما الى ذلك. فكان وهو يكتب في هذه المرحلة بلا شك أنه سيجد يعني سيجد مجالا رحبا للكتابة الناقدة أو الكتابة التي تدعو إلى التطور والتحرير وما إلى ذلك وسلوك هذا المنهج في أي زمن وفي أي وقت وفي أي مرحلة وفي أي مجتمع أيضا سلوك هذا المنهج الذي يدعو دائما إلى التغيير والتطور بلا شك أنه سيواجه الكثير من الاعتراضات والعقبات لأن الإنسان بي حكم واقعه الفسيولوجي لا يقبل التغيير بسهولة صحيح. يحتاج إلى وقت فلذلك أنا أعتقد أن يعني محمد حسن عواد أتى في مرحلة ربما لو تأخر عنها بعض بضع سنوات لما وجد هذه المواجهة ولما وجد هذا الصدع لكنه أيضًا جزء من سياق من حراك يعني هناك أعلام عاصروه يعني وأسسوا لهذا يعني مثل أنصاري صحيح, قدوس صحيح. حمزة شحاتة هؤلاء كلهم صحيح. وأيضًا هنا في في المنطقة الوسطى وفي نجد كان حمد الجاسر وعبد الكريم الجهيمان أيضًا يؤسسان لتطور آخر تأسيس المطابع بدء الصحافة صحيح. صحيح. الدعوة لتحرير المرأة أو أو للتعليم تعليم المرأة تحديدًا وليس تحرير المرأة ف. هذا كله حراك متصل ومحمد حسن عواد كان رائدا وكان غيره روادا ايضا سواء في غرب المملكه او وسطها او او شرقها ايضا كان هناك من يدعو الى التغيير اذكر يعني خالد الفرج مثلا في نفس الفتره تقريبا عموما نريد ان نتوقف لهذا الفاصل ونعود اهلا بكم اعزائي المشاهدين الى الحوار وهو يتواصل حول هذه الافكار المتعلقه بالموقف من الاخر ابتداء بالطهطاوي ومرورا بمن تلاه من اعلام الثقافه العربيه المعاصره طه حسين وثم محمد حسن عواد وننتقل الى مفكر ومثقف عربي اخر هو امين معلوف لكن قبل ان ننتقل الى معلوف دكتور هاجد يعني الموقف من الاخر هل ترى انه تغير في عصرنا الحديث؟ يعني لم نعد يعني ننظر الى هذه القضيه من نفس الزاويه التي نظر اليها من خلالها يعني طه حسين وقبله الطهطاوي. نعم انا اعتقد اننا يعني حاليا المجتمع العربي برمته ونحن تحديدا يعني اذا نظرنا الى واقعنا مجتمعنا القريب الصغير نعيش مرحلة مختلفة في تقبل الاخر والانفتاح عليه واخذ ما في الثقافات الاخرى ومع ان لم نعد بتلك الروح او الثقافة المتحفظة المتكلسة لا اصبحنا الان اعتقد ان هذا او هذه المرحلة التي وصلنا اليها كاسهمت فيها بشكل كبير كتاباته وافكاره وطروحات مثل هؤلاء الرواد، بلا شك انها اثرت وعلى الاقل خلقت يعني جوا من الحوار والنقاش و او الانفتاح الثقافي نعم, نعم إيه لكن ايضا هناك امور اخرى يعني وسائل التواصل الآن الموجودة والتقنية والثورة التكنولوجية وما إلى ذلك جعلت العالم يتقارب بشكل كبير لكنه خلق مشاكل جديدة بلا شك يعني إيه لا سيما لأولئك الذين وجدوا أنفسهم في قلب الحضارة الغربية يعني يتصلون بها اتصالا وثيقا قد لا يتصل بها أولئك الذين يقرؤون المترجمات أو الذين يقرؤون الأفكار عندما تكون انت تكتب بلغه الاخر، وهذه هذه طبعا ليس كل الذين تحدثنا عنهم يكتبون باللغه العربيه وليس بلغه الاخر. من العرب اليوم عدد كبير من الكتاب الذين يعيشون في اوروبا او غير اوروبا يكتبون بلغاتها. فامين معلوف ربما يكون من اشهر الاسماء المطروحه الان والتي يعرفها القارئ العربي من خلال اعمال روائيه وأعمال ثقافية أو فكرية عامة وتطرح إشكالية الهوية يعني لسنا أن هل أتصل بالآخر نحن في قلب الآخر الآن والسؤال هو هل أنا جزء من هذا الآخر أم جزء من ثقافتي الأصلية كتاب الهويات قاتلة لمعلوف أحد الكتب الحقيقة المهمة التي تواجه هذه الإشكالية بشكل حاد يواجهها آخرون من الروائيين العرب خاصه المغاربه المقيمين في الغرب لكن ايضا عرب اخرون يعني فكيف ترى هذه المواجهه مع الهويه دكتور عبد الرحمن امين معلوف في كتابه هذا ممتاز انه ابتعد في معالجه موضوع الهويه وموضوع المواطنه ابتعد عن كل التعريفات الدارجه اللي كانت عند ارباب الدراسات القوميه العاده الدارج ان تاتي بتعريف مثلا الهويه ومكوناتها من ناحيه اللغه والدين و... و... وايها يكون اطغى والمدارس مدارس منسى الفرنسيه او الالمانيه وغيرها. امين معلوف امتاز بحكم انه روائي امتاز بامثلته البسيطه وبانه يعيد السؤال عليك مرارا وتكرارا فيقول تخيل لو انت لو كنت انت من اب من مله معينه وامك من مله مختلفه وجدتك من مله مختلفه وولدت في هذا المكان واضطرت للهجره في هذا المكان وتغير الوضع الثقافي من انت من تكون انت في حقيقتك فهو بين جنبات الكتاب دائما يعيد هذا السؤال من انت يعيد هذا الشيء هو طبعا يخلص انه يرى نفسه انه في حقيقته يركز على البعد الانساني هذه هو الثابت لديه والباقي كله متغير من هويات ويعتبر ان الهويه القاتله هي الهويه الواحده ايا كان تعريفها سواء كانت لغه او عرق او دين او ايا كان هذه هو اللي يعتبرها القاتله اللي عندما تستفز هذه الهويه قد تنحو الى العنف لكن الهويات المنفتحه ليست, قاتل. ليست قاتله ليست قاتله باعتبارها الانساني فيها بينما الهويه القاتله هي اللي تعتبرها التي ترتكز على مكون أنا. واحد من مكونات الهوية المعروفة. لا ترى للإنسان إلا هوية واحدة. إلا وأعتقد أنه يعني بصفة عامة يعني كثير من المثقفين ممن يعني نستطيع أن نصفهم بأنهم مثقفين أه لا يمكن أن يقال أنهم يملكون هوية قاتلة أو هويات جامدة متحجرة أه بمجرد أن تنفتح على الثقافات الأخرى ستغير رؤيتك للعالم ستتغير بطبيعة الحال لسنا نحن فقط وإنما الأوروبيون نفسهم أيضا أه والشرقيون أليس يعني أمين معلوف في هذا دكتور هاجد نموذجا للمثقف قد يكون النموذج يعني متطرف قليلا لانه يكتب بلغه فرنسيه وايضا هو الان امين عام في مركز نعم الاكاديميه الفرنسيه نفسها فكيف ترى هذا الامر مساله الهويه مهما قيل يعني بشانها ستظل ضروريه وموجوده يعني لا يوجد وقضيه نعم اساسيه نعم نعم وستظل يعني مساله الصراع الهويات ويبدو انها ايضا هناك من يفهم ويتفهم الهويه حتى الان مع كل الدعوات والنماذج التي تطرح للتفاهم الانساني والحضاره والتطور مثل تظل الهويه على انها هناك من ينظر الى انها هي مساله أو وسيلة التطور الإنساني إذا لم يكن هناك هويات متحاورة هويات متعددة, متعددة هويات ب... إذا لن يكون هناك تغير ولن يكون هناك تطور نح حتى نح. على المستوى الاقتصادي التغير وحتى... في الاختلاف نعم, نعم. التشابه آه, نعم في الاختلاف فبالتالي هناك من يفهم الهوية بشكل آخر لكن أنا أعتقد أن مسألة يعني الهوية وكتاب الهويات القاتلة أنه يطرح الإشكالية بصورة أخرى وهو أن مسألة الهوية هذه والهوية القاتلة هي الهوية التي تظل متكلسة في مفهومها المحدود وترفض الآخر وترفض التطور وترفض وتعادي وما إلى ذلك وتتخذ ربما هذه الهوية فعلا ستحجب هذا الإنسان عن ان يتغير عن ان يتطور عن ان يتحول عن ان يندمج عن ان يستفيد من الاخرين عن عن كل هذه اذا كان هناك قيود في هذه الهويه اذا كان هناك تراجع في هذه اذا كان هناك انحسار في هويات معينه فانها ستصبح هذه الهويه قاتله ميته <applause> اعتقد ان هذه هي الفكره التي يريدها معلوف هو بلا شك يعني انسان من اصحاب كما قلنا يعني التعدديه في كل شيء يعني حتى على مستوى حتى الشخصيات التي يتناولها في رواياته <applause> هي من تلك الشخصيات الاشكاليه, <applause> الإشكالية المتعدده سواء يقول افريقي او عمر الخيام اليس كذلك صحيح لا وهو يطرح مفهوم جميل يعني هو في الهويات يفرق بين الهويات اللي يعتبرها الموروثه اللي يسميها العموديه اللي هي متصلة مثلا بالدين او اللغه او العرق او غيره ويطرح مفهوم جديد اللي هو الهويه الافقيه يعني نقدر نسميها الهوية المدنية هذه نعم. اللي هي متصلة مثلا إذا اكتسبت لغة جديدة وعشت بين أهلها أنت اكتسبت الآن هوية جديدة نعم. وثقافة جديدة إذا كذلك انتميت المذهب فكري معين مم. كأنك أخذت بهوية جديدة في طرحة وهو يقول أن نريد تغليب الهوية الأفقية أو بين قوسين المدنية على الهويه آه الموروثه العموديه اي التي تغيب لكنه هو ليس ضد الانتماءات هو يؤكد على هذا الشيء ليس ضد الهويات هو ضد الهويات عندما تشعر هذه الهويه بالتهديد وهو يتكلم على مستوى الافراد وليس على مستوى الدوله الدوله من حقها وبالنسبه فيما يطرح ان تشكل هويتها الوطنيه طبيعي لكن هو يتكلم عن الفرد آه كيف يعيش هل يعيش بتهديد ام لا متى ما عاش الفرد؟ طبعا الكلام ده كله كتب في ظل التطورات المتعلقه بالارهاب الديني الذي شاع في, في نعم. يعني في النصف الاول ربما نعم. في هذا من هذا القرن يعني وشهدنا وشاهد العالم مآسي كثيره نتيجه ل التعصب الديني والتعصب القومي صحيح. الذي ولد كل هذه المشاكل والتي نقول ان شاء الله اننا تجاوزناها طرحها في هذا الكتاب مثل الأطروحات السابقه كلها اعتقد واظنكم تتفقون معي في هذا كلها تسير في اتجاه اكثر انفتاحا واكثر دعوه الى فضاءات اوسع في النظر الى العالم وتحقيق ثقافه متسامحه. أه الحديث يطول ولا يمل في نفس الوقت حول هذه المواضيع أشكركم دكتور هاجد، دكتور عبد الرحمن صحيح. واشكر الاعزاء المشاهدين على متابعتهم حوارنا هذا والى لقاء اخر ان شاء الله.